اهلا 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 وسهلا، عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكونوا بخير وكله تمام وميت فل و14. تعالوا نتكلم شويه على المسلسلات بتاعت رمضان، ونتكلم شويه على طبيعه الادوار اللي موجوده في دراما رمضان 2024. انا من الناس اللي تحب جدا الممثلين اللي بيطلعوا اشرار. ليه بقى؟ في رأي وفي مدرسة تقول إن الكوميديا أصعب أنواع التمثيل لأنها بتضحكك. وارد. أنا مش مع المدرسة دي خالص، الكوميديا فن شديد الصعوبة. إذا ضحكني بموقف اللي بيضحكني بإفيه، أنا كيوسف يعني ما بضحكش خالص وبستثقل دمه جدا. وخصوصا الفنان اللي يجي يضحكك وهو بيضحك. هو أنت عايزني أنا اللي أضحك ولا أنت اللي تضحك؟ أنت بتمثل ليه؟ أنا اللي أضحك مش أنت. حلو؟ طيب. فالكوميديا بالنسبة لي موقف. وبطل الموقف في الحالة دي بيبقى اللي كتب واللي أخرج، وبيجي دور الممثل وشخصيته وإتقانه على عيني وعلى راسي. لكن الممثل اللي بيتقن دور الشر، وهنا أنا طبعًا لازم أذكر الأستاذ محمود المليجي. اللي هو أجمل شرير في رأيي عرفه الكوكب. الكوكب مش بس السينما او الفن المصري ولا بس المسرح المصري، لانه كل الشخصيات الشريره اللي جسدها استاذ محمود المليجي، وهو بالمناسبه الاغزر على السينما المصريه، يعني صاحب الرصيد الاكبر من الافلام في تاريخ السينما المصريه، وده رقم بجد مش هزار، يعني انا مش ثابت عندي الرقم بالظبط، لكن الاكيد انه صاحب اكبر رصيد في السينما. ولازم برضو، مش عارف حضراتكم كان ليكم حظ جيد انكم تشوفوا مسرحيات جسدها الاستاذ محمود المليجي، او انك تشوف طبعا الافلام المتقدمه اللي هي ما كانش فيها بقى الاستاذ محمود المليجي شرير، يعني فيلم الارض على سبيل المثال، او اسكندريه ليه على سبيل مثال اخر، رجل في منتهى الطيبه. شخصيه محمود المليجي شخص طيب خلوق، حط كل الاوصاف القيميه الرائعه هتلاقيها في فنان محمود المليجي. طيب، عندنا فنانين كبار، وانا اعتقد انه فنانيننا الكبار بيستكملوا المسيرة، لانه مصر ولادة جدا وولادة فوق الوصف. في فنان نجم عظيم، هو كشخص شديد الطيبة، شديد الطيبة، واجزم بذلك وابصم بالعشرة. حلو؟ وعنده قلب محلق في سماء كل شيء جميل. عنده تقدر تسميها الطهارة النفسية والعقلية، حد رائع، فنان جميل، وهو الفنان والنجم الكبير الأستاذ طارق النهري. أستاذ طارق النهري ممثل ومخرج ومثقف واعي. لما تشوف الأستاذ طارق النهري، هذا الرجل شديد الطيبة جدا جدا، يجسد شخصية شرير، هنا تقول ايوه هو ده بقى اللي انا عايزه. الفن هنا يتجلى او تجلي لكل الرصيد، كل الخبره، كل المحتوى اللي بيدور دائما جوه الذهن وجوه الوجدان، وهو يجسد شخصيه شريره. المره دي في رمضان استاذ طارق النهري بيجسد شخصيه تعد هي محور الشر في مسلسل المعلم. هو بيقوم بدور المعلم شداد، كل الترحيب بكل المحبه والتقدير لاستاذ طارق. ازيك يا استاذ طارق؟ مساء الفل يا حبيبي، وميرسي على التقديمه الفظيعه دي. يا مساء الفل عليك، وبعدين يعني اعتقد انه وصل لك ان انا بحبك من زمان جدا جدا. طبعا طبعا، يعني يعني واحنا انا دايما اقول يعني احنا رفاق في النهايه، فانا بحبك بقدرك جدا وعلى المستوى الفني كذلك. وعشان كده انا بقول ده راجل من اطيب الناس، ازاي حبيبي. الطيبين دول بيعرفوا يقدموا لنا الشر، حتى انا حطيت السلسله بدءا من الاستاذ محمود المليجي ومرورا بيك، وربنا يديلك طول العمر. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تجسيد ما تقولش لا والله خالص، بالعكس انا اللي مش عارف اوصف لك ازاي. يعني تجسيد الشر عند طارق النهري بيجي ازاي؟ طبعا مش هقدر اقول ان انا يعني بعمل دوت وانا سايب ايدي. ليه؟ ارث واخده من
شريره كتير، شفت حاجات كده برغم ان نسبه الشعب المصري قويه جدا، الا اني فعلا شفت ناس غريبه الشأن شربت منهم حاجات. انا بحاول دايما اني يعني اعيش من خلال الحاجات اللي جوايا محدودة جوايا وبعملها. فانا عملت يعني على طبعا بلس اني مش هقدر اقول لك ان زي ما انت قلت في اساتذتنا الكبار استاذ محمود المليجي طبعا واخرين شربنا منهم اداء صح ما ينفعش ان احنا نسيبه. الاستاذ زكي رستم الشرير الطيب برضه استاذنا الجميل صلاح منصور. صلاح منصور يا لهوي الله اكبر يا لهوي الله اكبر عليه وعلى ايه ده وعلى جماله وعلى ادائه الله يرحمه يا رب غير طبيعي الله يرحمه يا رب. وبعد كده اجمل قبيح في السينما العالميه تشارلز برونسون مثلا. يعني شوف ده نوع من الشر ما حدش يعرف يجيبه في اي وقت. بس هو هقول لحضرتك حاجه، تخطيط الشر باشكاله وانواعه وكل شيء بيجي من خلال برضه ثقافتك وقراءاتك ونوعيه البيئه اللي انت تربيت فيها و ايوه بتاخد من 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 منا من مش هقول لك ان هي ما بتاخدش مجهود، لا بتاخد مجهود جامد قوي 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 عشان تقدر صحيح تستجمع الحاجات دي. انا من الناس اللي بحب ادوار الشر بحبها لانها بتقدر تطلع من خلالها حاجات كتير قوي وملامح، بتقدر تلعب بملامحك وتغيرها. وبعدين في حاجه تانية كمان، انك دور الشرير مش طبيعي. يعني الناس بتفتكر ان الشرير ده واحد شخصيه ما عندهاش اي ثقافات، بالعكس ده بيبقى جواه كم ثقافه في ساعات غريبه جدا طبعا جداً. لانه بيبقى ذكي كمان بتخليه يعمل الشر بشكل يتعب الناس ممكن صح يعني صح. انا يعني لما اجي اقول انا بضرب مثلا مش حكايه ضرب، لا هي حكايه ان انت مش عارف اقول للناس ايه، لان خايف الناس تقول ان الشر شيء جميل. لا الشر طبعا مش شيء جميل، بس هو انا عارف الشرير بيبقى دايما من وجهه نظره عنده دوافع، فبيخلق طول الوقت في مبررات هو ليه بيتصرف كده. انا أيوة. بحمي اولادي، انا بحمي ثروتي، انا بحمي عيلتي، انا بحمي قريه. يعني في شرير بيبقى من مطاريد الجبل يقول لك ما انا بحاول احافظ على اهل البلد. انت ما تحافظش على اهل البلد، انت شرير. انت شرير. اصل انا بحمي اولادي، لا انت مش بتحمي اولادك، انت شرير. اي انا بقى بحاول اخلي صوره الشر هاديه شويه. فيها ملامح ملامح قوه. مش شرير بس، لا هو قوي، وفي ساعات بيبقى طيب جدا في لحظه اللي هو مش عايز يوقع الدنيا برضه بالنسبه له، لانه ممكن يبقى شرير ويوقع نفسه. بيبقى في النهايه خالص برضه عنده ضعف انساني ما تجاه اي شخص معين او مجموعه من الاشخاص. لازم يبقى عنده ضعف، لازم يبقى عنده ضعف. طب سؤال، في ساعات شكل من اشكال الشر الكلاسيكي اللي يخلي الممثل انه يخلي ملامح وشه بمكياج بطريقه تسريح معينه، طريقه مش عارف ايه، يبقى شكله شرير. المره دي في المعلم شداد، ودي من اول دي تقريبا اول مره اشوف استاذ طارق النهري من غير شنب. انا قصدت ان انا اغير ملامحي كلها. ده قرار. حلو. لان الشرير مش لازم يبقى مربي لي شنب وعامل مش عارف ايه
وحركات غريبه كده ورافع شنباته لفوق وجته لا ما ممكن تبقى شرير بدماغك. صح. دماغك تحركها ازاي توصل ان انت تبقى شرير. فانا حبيت ان انا اعمل ده بشكل جديد وشكل يعني الى حد ما يا رب يوصل للناس بشكل كويس. لا واصل جدا والناس كلها معجبه بدور المعلم شداد، يعني لانه شرير برضو غير تقليدي. انا عايز اشكرك جدا ونورتني جدا. انا عايز اقول لك ان انا سعيد بمكالمتك دي، لان انا من زمان وانا نفسي اتكلم معاك واقول حاجات كتير جدا جدا، لان انت انسان اكثر من محترم. ربنا يخليك يا استاذ طارق، ما تقولش كده، انا اخوك الصغير باعتبار ان انا عجزت فاستحال هقول لك انا ابنك، لان انا لا 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 لا, لا عجزت ايه بقى؟ انا 50 سنه دلوقتي حبيبي. طب انا بقى 71. طيب شفت، يبقى انا اخوك الصغير. حبيبي ربنا يديك الصحه يا رب. يا رب يخليك يا استاذ طارق، ربنا يخليك. وارجوك ارجوك ارجوك اول ما تلاقي وقتك يسمح نورنا، لان انا هتشرف جدا انك تجي لنا البرنامج. هتشرف. ده انا اتمنى ده والله، انا كنت مستني ان تقولوا لي تعالى النهارده. لا يلا بينا، احنا مش عايزين نتقل عليك في رمضان. رمضان هيبقى الفطار أبدا. وفي لعب طاوله، انا سامع صوت الزهره اهو. لو لعبت يا زهره قاعدين جنبي طرقعوا. عارف انا عمري في حياتي ما عرفت العب طاوله. امي ربنا يديها الصحه لعيب الطاوله مهوله، وحاولت تعلمني بس انا غالبا مفيش هنا تربية. لا يا باشا، ده انا هاجي اعلمك. خلاص اتفقنا، عينيا الاثنين. هتنورنا في الاستوديو، هنجيب معانا طاوله وهتعلمني القواعد من اول وجديد. عيني. حاضر. ربنا يخليك، نورتني وشرفتني، ومنتظر انك تنورنا في الاستوديو. كل الشكر لفناننا ونجمنا الكبير استاذ طارق النهري. الحديث الإنساني ده يا جماعة دايما أنا أشوفه أروع 30 مليون مرة من أي شكل من أشكال المحاورات اللي ممكن بتتم مع شخصيات عامة، أو سواء إذا كانوا في السياسة، في الاقتصاد، في الفن، يعني أيا كان، في نواحي الثقافة. الحديث الإنساني يبقى مهم. الفكرة أنك أنت تضفر الحاجتين مع بعض، بعتقد ان ده مفيد لينا احنا الاثنين، مفيد للمذيع ومفيد للجمهور ومفيد ايضا للشخصية العامة او النجم في مجاله عندما يتحدث عن الجانبين، جانبه الانساني وجانبه المهني لو حبينا نسميها كده. طيب مسلسل كامل العدد لسه كنا قاعدين بنتفرج عليه دلوقتي قبل ما نخش الحلقه. المسلسل من الواضح ان هو بيحظى بنسبه مشاهده محترمه جدا ومتواصله النجاح ومتصاعده، زي ما بيقول لك المسلسل عمال واخد كيرف صاعد كده. معانا على التليفون مؤلفه المسلسل رنا ابو ريش. اهلا بيك يا رنا. اهلا بيك يا استاذ يوسف، كل سنه وانت إيه؟ طيب. كله الحمد تمام لله. وانت طيبه، ربنا يخليك يا رب. تمام. عندي بس كلمه، احدى مؤلفتي المسلسل، احدى مؤلفتي انا ويسر طاهر. أوكي. زميلتي وصديقتي وحبيبتي. متفقين جدا. اقول لك على حاجه او مبدئيا بقى، أنا من مدرسة في الصحافة التلفزيونية لا تعترف بالألقاب سوى اللقب الأكاديمي، وعليها تلاقيني قلت لك يا رنا، إلا لو عاوزاني أقول لك يا أستاذة رنا. لا طبعا يا خبر أبيض. يبقى أنا مش الأستاذ يوسف، متفقين؟ خلاص أوكي. زي الجماعة الأجانب بيقولوا أوبرا، تقول له ازيك يا توم، أهلا يا أوبرا، سلام عليكم، وخلاص. مسألة بسيطة. رنا كواحدة من مؤلفتي المسلسل، ممكن تكلميني عنه وفكرة مسألة إن إحنا بنعمل مسلسل اجتماعي، وإنه بقدر ما هو مسلسل فيه خفة الظل، لكن في نفس الوقت هو يناقش قضايا حقيقية. احكي لي بقى. هو إحنا عايزين نعمل حاجة يعني شبه الناس، حاجة حقيقية تبقى ريليتبل بالنسبه للمشاهد، يعني يقدر المشاهد يتواصل معاها ويحس انها شبهه، وبتحكي عنه وبتحكي عن جيرانه وبتحكي عن المجتمع بتاعنا، يعني بكل تناقضاته بقى، بمختلف الاعمار اللي عندنا في الحدوته. فاحنا بنعرض حاله اجتماعيه اصبحت موجوده دلوقتي كتير، وفي اسر كتير جدا قادره تتفاعل مع المسلسل، لان احنا بنحكي عن عيله. بالجدود، بالاب والام، بالعيال اللي هم من اعمار مختلفه بمشاكلهم، وفي نفس الوقت من خلال المشاكل الجد دي احنا بنطلع ضحك. حلو. المسلسل فيه ثلاث اجيال صح؟ مظبوط. جدود وابهات وعيال.
والعيال فيهم صغيرين وفيهم اكبر وفيهم شبان. بالظبط بالظبط. ده مسلسل بيبقى منهك جدا في الكتابه بتاعته. اه ده حقيقي. يعني ده متعب انك تعملي اشخاص او شخوص لثلاث اجيال بالحوار بتاعهم، وفي نفس الوقت يبقى واصل الاجيال الثلاثه. يعني انا كمشاهد لما اشوف، فالعيال اللي قد ولادي هيبقوا شايفين نفسهم جوه المسلسل، والاصغر هيبقوا شايفين نفسهم، والابهات ابقى انا كمان شايف نفسي في المسلسل، وهكذا. ده بيبقى شيء صعب جدا يا رنا. هو صعب جدا، بس احنا يعني انا ويسر بنحاول نتعامل معاه بمنتهى الصدق. يعني احنا بنحاول ما نتفزلكش زي ما بيقولوا، ونعمل فزلكه في الحوار، ونعمل حاجات مفتعله على اساس ان دي دراما. احنا على قد ما بسطنا على قد ما وصلنا للناس. صح، عندك حق 100%. بنفكر نفسنا طول الوقت بلسان الشخصيات وبفرق الاجيال، وده هيقول كده وده هيقول كده، وبنسال. يعني احنا بنسال التينيجرز كتير، بنسال ولادنا ولاد اصحابنا. ساعات نعطل في، مش نعطل بس نبقى عايزين نقولها بطريقه الجيل ده مثلا. يعني صح. انت لو حد مثلا لو عايز تقول حاجه مثلا قوي هتقول ازاي؟ فاهم قصدي؟ شويه تيرنز كده وكلمات مثلا خدناها منهم، اللي هو ما تغطيش ما تغطش ما تعملش. يعني بنسالهم بنسالهم، واحنا كمان بنوبزرف، يعني بنبص من اللي حوالينا، اهالينا عاملين ازاي، طريقتهم، عوايدهم، تقاليدهم، مشاكل السن ده ممكن تبقى عامله ازاي. لو حد بيعاني من الوحده، او زوجين بيعانوا من الفتور واختلاف الطباع مثلا في سن الستينات، في يعني شويه حاجات كده احنا بنحاول ان احنا نبقى على قد ما نقدر طبيعيين وصادقين فيها. انا بشوف انه اصعب حاجه هي انكم تستخدموا المصطلحات والمفردات والطريقة بتاعت الكلام بتاعت الأجيال الأصغر. يعني أنا مثلا سمعت مصطلح غريب عمري ما جمدان، يقول لك مثلا ده جامد، يقول لك الجمدان كله يعني إيه إيه جمدان دي؟ أيوه أيوه جامد، أنت الأجمد، لكن يقول له مش في جمدانك. أيوه إيه العيال دي؟ يعني كنا زمان يقول لك يا جامد، قول له أنت الأجمد، تمام. أيوة خلاص. أيوة. لكن مش في جمدانك، مصطلح غريب، معرفش يعني ولفوه إزاي، مش عارف. ايوه وطريقه يا صاحبي ويا زميلي ويا صاحبي ويا زميلي. بالظبط. ولما يحب بالزبط. يتشبحن يقول يا اسطى. بالظبط. طب ليه اسطى يعني؟ بالظبط مش عارف، حاجه غريبه. بالظبط. احنا بقى بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلاحظ من اللي حوالينا، ونسال ونشوف هما بيتكلموا ازاي، بيقولوا ازاي. طب الكلمه دي لو حد مثلا، لا في الستينات في السبعينات، لا مش هيقول مثلا، بيقولوا تملي، بيقولوا لوكاندا، بيقولوا، يعني بنخلي بالنا شويه من اسلوب الكلام بتاع مختلف الاعمار اللي عندنا. صح. عشان بس نبقى صادقين، وكل حد لما وهو بيتفرج يحس ان احنا مش بعيد عنه، يعني ان احنا قريبين. صحيح 100%. شدوا حيلكم يا رنا، المسلسل ما شاء الله يعني اكيد انت ادرى مني ومتابعه بيتكتب عنه ازاي، سواء اذا كان على السوشيال ميديا او في الاراء النقديه. يعني المسلسل ما شاء الله محقق نجاح، شدوا حيلكم والف مبروك، ومنتظرين منكم دايما الاجمل والاقوى والاجمد والجمدان وكل المصطلحات اللي انا ما اعرفهاش. ميرسي جدا. شكرا جدا على المداخله اللطيفه دي. لا ده احنا اللي شكرا ليك، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، رمضان كريم عليكي. كل الشكر المؤلفه رنا ابو ريش، احدى مؤلفتي مسلسل كامل العدد. تعالوا نطلع الفاصل احسن. سلام عليكم. هو الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة للأسف الشديد، لكن خلونا بسرعة نرحب وبشدة بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. رمضان كله بيعدي هوا مولانا، فاضل لنا 6 دقائق زي ما عمرو بيقول لي. في ال6 دقائق دول أنا عايز أسأل على حاجة مهمة وقد تثير الجدل، ويمكن إحنا أثرناها في البرنامج قبل كده. هل الجزاء الأخروي سواء إذا كان بالجنة فقط هو لأجل المسلمين، ولا إنه لا، الجنة تتسع للكثيرين من غير المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل ألا له الخلق والأمر، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.
ورضي الله تبارك وتعالى عن الصالحين والمصلحين في كل زمان ومكان وبعد. طبعا الوقت داهمنا للأسف، وكان الموضوع يحتاج بسط أكثر من هذا. ممكن ناخد منه جزء ونكمل، لكننا نقرأ في كتاب الله تعالى: نحن نردد آية تعلمنا حدود الأدب في الحديث، ليس لا وصايا على الخلق، وهي مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، الله لم يفوض أحدا بإدخال أحد الجنة ولا إدخال أحد النار. مالك يوم الدين، ألا له الخلق والأمر. آية محكمة في سورة الحج، فيها التنوع الديني وفيها الرد بحسم وحزم على كل من تسول له نفسه أن ينصب نفسه حاكما على خلق الله. الله قال: إن الذين آمنوا، يعني المسلمين، أوكي، والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشرقوا، إن الله يفصل بينهم. إن الله إيه؟ يفصل بينهم. فالخلق خلق، والجزاء هو يقدره مالك يوم الدين. يدخل من يشاء الجنة بفضله، ويدخل من يشاء النار بعدله. لكن ليس لأحد في أي شريعة سماوية ولا وضعية ولا فلسفية ولا غيرها أن ينصب نفسه حاكما على المخالف له ويحكم إن هذا في الجنة أو هذا في النار. وبعض الناس يعني هقول لك إيه، عندهم سفاهة لما يجي يقول لك إن هو الفرقة الناجية المنصورة. ناجية إزاي؟ ربنا يقول في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأنا هقول بقى حديث هختم به. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا لا وصاية لأحد على خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمي العباس، يا عمتي صفية، يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأقوال، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأنا هقول بقى كلمة كده عقلانية بعد النصوص اللي قلناها، رغم النصوص كثيرة جدا أن الجنة ليست حكرا على ديانة ولا طائفة ولا قومية ولا عصبية ولا حقبة زمنية. نسأل الله العفو والعافية. هقول لحضرتك حاجة، ربنا بيقول لنا في سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. اللي شاغل نفسه ده بغيره، طب ما يشغل نفسه بنفسه. أين هو وما الذي عمله ليتلقى جزاء الله سبحانه وتعالى؟ أنا شاغل نفسي بغيري ليه؟ تشغل نفسك بنفسك. الأمر الآخر، كل شريعة متناسرة إلى مذاهب وطوائف، وكل طائفة تدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل. أقولها لك كده بدون مواربة: المسلمون عندنا من يدعون السلف، وعندنا تنظيمات سياسية، وعندنا طوائف سنة وشيعة وإباضية، وتحت كل مذهب وطائفة، وكل يدعي أنه الناجي وعلى الحق وأن غيره هالك وعلى الباطل. وحدوا نفسكم الأول، واشتغلوا بنفسكم الأول، وبعد كده دوروا على الخلق، فدعوا الخلق للخالق. ونعم بالله. مولانا نورت وشرفت، ولازم لازم نفس الموضوع نرجع له تاني يوم الاثنين، علشان اللي جاي بإذن الله عشان نتكلم عنه بشكل أكثر استفاضة، عشان الناس تبقى فاهمة. الإسلام وجزاءات أخروية. صحيح. وأنا هقولها لك بأمانة. أيوه. هذا رأي احنا قلناه هنا قبل كده وتعرضنا للهجوم. وأيضا أصاب فضيلة العالم الموسوعي الدكتور علي جمعة طبعا أن الجنة ليست حكرا على المسلمين. صحيح. نؤيده بكل قوة، لأننا لا استعلاء ولا استعداء. الله أكبر.
الله يفتح عليك يا مولانا وينور طريقك دايما وتساعدنا دايما على إنارة كل الطرق بالنسبة لنا. أشكرك جدا يا مولانا. كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. اتنين من كبار فقهائنا الأجلاء، مولانا دكتور أحمد كريمة، مولانا دكتور علي جمعة، قالوا لنا الاتنين واستشهدوا بالنص القرآني واستشهدوا بالحديث النبوي، الجنة ليست حكرا على المسلمين، اتركوا الخلق للخالق، ربنا هو اللي بيقرر مين دخل النار مين دخل الجنة، ربنا هو اللي شايف مين اللي هيغفر له ومين اللي هيبقى مدان في يوم الدينونة ويوم القيامة ويوم الحساب العظيم. لحد كده خلصت الحلقة، ما تعينوش نفسكوا مكان ربنا عز وجل لأنه هو ربنا واحد. نقابلكم إن شاء الله بكرة لو كان لنا عمر في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.